قديم، موقف صعب واحد ضد واحد. إيدن هازارد هدف أول في المباراة عن طريق إيدن هازارد. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. تصدي من كورتوا والخطورة مستمرة. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي واحد. حارس المرمى ينجح في التصدي، حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منه هذه الكرة. منتخب البلجيكي يهاجم في هذه اللحظات. تصويب لك الكرة بتعدي، تعتلي العارضة في اللقطة الماضية. ياني كراسكو وصلت إلى لوكاكو، فرصة هدف يعيدين. التقدم يأتي، هدف يدخل إلى المرمى ليحرك. يا رب هدف التعادل. التقدم في آخر اللحظات، كرة لا يمكن بعدها للخصم أن يعود. يتقدم بالكرة، راح فيها ديفيس. مستحيل مستحيل في آخر اللحظات.